اللي انت ضربته ده يا ابراهيم؟ انا مش قال مش عايز عنف يا باشا، ده كان موجه المسدس ناحية راسي، ولولا ابراهيم كان زمانه قتلني. انت بنت حلال مصفي، اول مرة حد ينصفني في الرحلة اللي احنا طالعينها دي. يا باشا انا كنت رايح اجيب ايس كريم. راح ايه؟ راح اجيب ايس كريم مانجا. ايس كريم؟ انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. ليه يا باشا؟ متنيلين طالعين على الحدود والدوليات رايحة جاية ورايحين نجيب اسرى اسرائيليين، وانت راح تجيب ايس كريم؟ يا باشا انا نفسي مرة واحدة تنصفني وتشهد ان انا طلعت واد كده، نفسي. ماسي ايفو هاني مئة تيم. الله روسي كارمي، ازيك يا كارمي؟ هو ده اللي انت ضربته؟ والله لا حليلك بقك يا ده ابراهيم. ازيك يا كارمي؟ ناجي عطا الله، انت تعرفه يا باشا؟ شوف الدنيا صغيرة ازاي. اخر مرة شفتك فيها على السي دي، ايه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني ادم. ده انت هتشوف ليله سودا. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله، انت عم تخطف ضابط بالشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، حوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك راف. انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه؟ لا مفيش داعي، ده أسير والمفروض يعامل معاملة الأسرة. إيه معاملة الأسرة؟ نديله على قفاه. تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدنهم الاصلي وقت الشدايد. اللي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه، بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر الام العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش خليها مره ثانيه، تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بالفلوس يعني بسرعه. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبلية شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعة وربع بالسيارة. الأوامر اللي اجتني من القيادة إني أمن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنا كنت قلقان عليكوا أوي. الحمد لله إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. شكرا أوي يا حسن. انت بتعرفي ان انا كنت بطل مصر في الوثب الطويل، وكانت امنيتي طول عمري ان انا اخش الاولمبياد واخد ميداليه. بس انا بعد ما عرفتك يا نضال، معنى البطوله نفسها اتغير في عينيا. انا اكتشفت ان في ناس عمرهم ما خدوا ميداليه ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعملها. دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الارض. اباي لو كنت معاك، لو كنت معاك يا ابراهيم، ده كانت الدنيا اختلفت. ده انا كنت وريتهم التبندق. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص، خبطه الروسيه دي ليها اصول، وانا روسيتي بتدرس عندنا في منشيه ناصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروقه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات، يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا، ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن، ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في يالا بس بس بس, بس, بس ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟
انتوا فاكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المال مش مستمتع بالرحله معانا.